اهلا بكم الى نشره احوال الطقس. خلال صباحه يوم الغد تبقى الاجواء دائما بارده نسبيا على المناطق الشماليه، غائمه عموما على المدن الغربيه والوسطى، لكن تعرف المناطق الشرقيه تحسن تدريجي، اجواء مستقره الى غائمه جزئيا على اقصى الجنوب الجزائري. بالنسبه لحاله الطقس خلال المساء تبقى دائما الاجواء مستقره الى مغشاه جزئيا على المناطق الجنوبيه من البلاد، خاصه على وسط الصحراء الجنوب الغربي، مرتفعات الهجار والتاصلي، بالمدن الشماليه ايضا سحب عابره وبدون فعاليه على السواحل وعلى مرتفعات الاوراس. خلال صباحة يوم الغد درجات الحرارة تعرف انخفاض تصل إلى درجتين تحت الصفر بمنطقة الجلفة، درجة واحدة بقسنطينة، 6 درجات بالجزائر العاصمة، 7 بعنابة، 5 درجات بوهران، 4 درجات فقط على المدن الداخلية الغربية، 12 بعين صالح، 13 على أدران، سجل 12 درجة بتندوف، 17 درجة إلى 18 بأقصى الجنوب الجزائري. خلال المساء درجات الحرارة القصوى تصل إلى 20 درجة بالجزائر العاصمة، 19 بعنابة على وهران على جيجل أيضا، 14 بقسنطينة، 11 درجة بتيزيزو على البويرة على منطقة الجلفة، نعامة، مشرية، 17 بتلمسان، سجل 25 درجة بوسط الصحراء على عين صالح كذلك بمنطقة أدرا، 24 بتندوف، 29 درجة بأقصى الجنوب الجزائري على برج بجي مختار وعين قزام. حالة البحر إذن سيكون البحر عموما مستقر إلى قليل الاضطراب في بعض الأحيان، الرياح راح تكون غربية تماما على طول الشريط الساحلي وسرعتها لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة. نختم النشرة الجوية بالورقة الفلكية، وقت شروق وغروب الشمس بالجزائر العاصمة وضواحيها لهذا السبت 3 من شهر ديسمبر 2022. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.